اه ده كلام مهم جدا. وعلى ذكر برضو كابتن صالح والنادي الاهلي، لما بيتقال النادي الاهلي فضله على الجميع، ده لا من ولا سلوى ولا معايره، لا هو كل من ارتبط بالنادي الاهلي استفاد منه، لانه انه يبقى فيه نادي بهذه القيمه وهذه العظمه وهذه المكانه وهذا التاثير وهذا الاحترام، من الطبيعي جدا انه العامل اللي بيشتغل في النادي الاهلي له تقديره عند الناس بره انه ده شغال في النادي الاهلي. بقول لكم ابسط حد ممكن يكون بيشتغل عامل بسيط له مكانته في محيطه، فما بالك لما يبقى لاعب او مدرب او اداري او مسؤول في اي مركز. من المؤكد ان الاهلي خيره على الجميع، الاهلي خيره على الجميع من ولاده ومن منتسبيه. ده كان راي الكابتن سيد عبد الحفيظ، رد عليه الكابتن ابراهيم حسن بحاجه، نشوف راي الكابتن سيد عبد الحفيظ ونناقش القضيه مع المهندس عدلي. كابتن ابراهيم حسن بيقول لك في ناس ضحت في النادي الاهلي واحنا سيبنا يعني فلوس واوروبا وكنا مكسرين الدنيا ورجعنا وسيبنا فلوس كتير، وكنا بناخد في سويسرا 8000 و10000 دولار ورجعنا ناخد 650 جنيه. لا انا المسج بتاعتي ما بستثنيش حد خالص يعني. طبعا انا كابتن ابراهيم عارف تقديري ليه واحترامي ليه وكده، لكن انا ده مفهومي مش هغيره. مفيش حد في النادي الاهلي ضحى غير واستفاد ايا كان، من اول كابتن صالح سليم نفسه، من اول عظماء التاريخ اللي في النادي الاهلي، كل الناس استفادت من النادي الاهلي. يا استفدت ماديا، يا استفدت مكانه، يا استفدت ادبيا، يا استفدت استمراريه، يا استفدت اسم. احنا موجودين هنا ليه احنا الثلاثه؟ يعني انا هنا بتكلم، ده انا مش احب كابتن ابراهيم اكتر من نفسي يعني. انا قلت لك بما فيهم انا يعني والوضع طبيعي، ده مفهومي. لو حد عنده حاجه ثانيه ممكن يقولها يعني، لكن في النهايه انا زي ما قلت لك كل واحد عشان خاطر النادي الاهلي هو استفاد كبير جدا، او استفاد استفاده عظيمه جدا من اكبر الناس الاساطيره اللي موجوده في التاريخ في النادي الاهلي. حساباتك بقى ممكن شويه تتاثر سنه يعني، يجي لك عقد بره اوكي، يجي لك عقد خارجي، يجي لك عقد داخلي اعلى شويه، لكن انت بحساب ذكي شويه بتختار الاستمراريه واللي ما بعد الاعتزال. طبعا أنا بعيد كل كلمة. قضية مهمة أوي. لا قضية سهلة واضحة. أنا بعيد كل كلمة قالها الكابتن سيد. لكن ربما يكون الكابتن إبراهيم قصد أنا فضلت الأهلي على الأموال اللي كنت باخدها. خدت أقل منها في النادي الأهلي، لإدراك برضه الكابتن إبراهيم نفسه إن الأهلي هيضيف إليه ومن خلال شوف الأهلي نافذة، مجرد ما تطلع منها مرة واحدة العالم كله يشوفك. فما بالك لو كان ليك دور جوه النادي الأهلي. فالعالم يستنى يشوفك. يعني انت طلعت مره في البلكونه الناس بصت، مين ده؟ مين واقف في بلكونه الاهلي ده؟ ده فلان الفلاني. لما تطلع اكتر من مره والناس تتعلق بيك تستناك عشان تشوفك في البلكونه، لانه بلكونه الاهلي غير اي بلكونه، وانت نفسهم تشاور لهم ويشاوروا لك، فلما تنزل الشارع تلاقي الدنيا بتحتفي بيك. هذا هو الاهلي، وهذا هو اي نادي شعبي كبير مش في محيطه، في محيطه كل واحد وتاثيره في المحيط. ولكن انا بتكلم على الاهلي لان احنا بننتمي للاهلي ومحيطه واسع أجل. جدا ودي كالوش ابو علي قال لك ايه وهو رايح لساد الناس بتقول له ايه. فالكابتن الخطيب بكل ما يمثله من عبقريه كرويه وقياديه لا هو بقى محمود الخطيب لانه لاعب في النادي الاهلي طبعا، وعدل القيعي وانا وانت وابراهيم مناسي مش قاعدين هنا غير عشان نافذه الاهلي. احنا اطلينا على الناس من نافذه الاهلي. ولذلك اقول لك انا ما دي بقى مرتبطه بعمليه الاستفتاءات. هيشغلك استفتاءات في ايه؟ ايوه انت عندك اعظم نافذه بتطل من على الناس. كل اللي هنا بيشتغلوا في اعلام الاهلي في اعلام احنا بناخد اكثر مما نقدم بكثير. الناس بتعرفنا والناس بتشوفنا. قضية واضحة مش محتاج ان كلنا نتكلم فيها، ولكن دعنا يعني ناخد الامور بما يريد قائلها. يعني الرسالة اللي عايزة توصل ايه؟ ما احناش يعني لا بنزكي حد على حد ولا، لكن هو فعلا النادي الاهلي افاد الناس جميعا. مش عايز اناقشك